الشيء اللي عم تشوفه كله بجهود شباب وصبايا صغار، يعني يمكن أكبر واحد فيهم يمكن سنة تانية جامعة، وأكيد كل المواد حتى شغلهم هني، حتى ورق المغارة شغلهم هني، وهذا شيء كتير حلو حقيقة. الله يعطيهم ألف عافية، حبوا يعملوا شيء يفرحوا الناس، يقدموا لهم شيء شغلة حلوة، نشكر الله الحمد لله. حبينا بإمكانيات الشباب الموجودة معنا وبأفكارهم الحلوة والمميزة نقدر نعمل شيء حلو يعبر عن الشيء والفرح والمحبة اللي داخله بقلب كل طفل شارك ولو ببصمة صغيرة من خلال أشغال يدوية هن اشتغلوها، لحتى نحن بدورنا نرجيها للأشخاص اللي عم تيجي على القداس، لحتى نقول إنه يسوع هو محبة، هو فرح، هو عطاء للكل. افتح المغارة إن شاء الله عبا كل سنة تنعاد على الجميع وتنعاد على وطننا الحبيب وتنعاد على كل إنسان بهالوطن الغالي سوريا، الأم اللي حضنتنا بالدفء والحنان، وعم نعمل سليقة إن شاء الله كمان عيد البربارة تكون كل حبة سليقة تعطي للمواطن السوري ولأي للعالم كله الصحة والعافية، ونحن نتمنى الخير لبلدنا وإن شاء الله ميلاد مجيد وعم السلام بهالوطن.